دكتورة سلوى السويدي، استشاري طب الباطنية وطب المسنين، مدير مركز ملتقى الأسرة. الشغلة المتميزة فيه أنه عبارة عن 2 في 1، بمعنى أن المركز يقدم خدمات اللونج تيرم كير أو الرعاية التمريضية لكبار السن طويلة الأمد أو الإقامة الدائمة، ويقدم خدمة الرعاية النهارية للمراجعين الخارجيين اللي يجون من بيوتهم لقضاء وقت في المركز والاستفادة من الخدمات الموجودة في المركز. شعبة كبار السن التابعة لإدارة الشؤون الصحية هي اللي تقدم الزيارات المنزلية، وتقدم الزيارات المنزلية للمسنين اللي ما يقدرون يوصلون للمركز الصحي، مثلا مسن طريح الفراش أو عنده زهايمر وحالته وايد صعبة ما يقدر، إنه هو very aggressive مثلا، عنيف جدا، هذول الحالات اللي هم ممكن يزورونهم. معالي حمود القطامي مدير عام هيئة الصحة اختار مركزنا علشان يحتفل، وقال إن السعادة الحقيقية تكمن في بر الآباء والأمهات. معالي عهود الرومي زارتنا في أكتوبر اللي فات وكانت نفس الشيء، يعني كان انطباعها جدا إيجابي عن المكان، وقالت لنا أنتم مركز للسعادة، يعني هي هدفها أنها تشوف المؤسسات اللي في الدولة اللي تقدم السعادة وتدعمها. وفي 2017 بعد اختار معالي مركزنا علشان يحتفل بيهم السعادة. عندنا الحمد لله وبكل فخر أعلى كاستمر ساتسفاكشن أو نسبة رضا متعاملين في هيئة الصحة. في سنة 2015 كانت نسبة رضا المتعاملين 98%، في 2016 كانت 100%. هذا شيء يخوف، لأن التشالنج الحين أو التحدي إن إحنا تو مينتين ونحاول حتى لأعلى وما ننزل.